ودلوقتي مع الطريق 15 انجن لابس اللي هو معامل انجن اللي هو الشخصيه اللي انا بلعب بيها. المهم التحدي ان انا اخلي التمساح المركز الثامن وانا ابقى المركز الاول. التمساح حاليا المركز الرابع. يلا بينا. صراحة ينط وراه ويجيبه؟ لا فلك من الصاروخ. ماشي هو كده فلك من الصاروخ. في ثلاثة بداله. يا سلام. يلبس في الصندوق. يلا عدى من الصندوق. ما يعديش من الصاروخ. خد ده كمان. يا دب يا عم عطل في التمساح وانت بتعطل لي كده على الجاهز. ماشي اهو صندوق لسه برضه. ايه اللعيبه قريبه. يا عيني التمساح كره حياته بصراحه. ماشي وكده ايه عطلناه كتير. بس الدب برضه مش عارف الدب بطيء قوي في الطريق ده. اللعبه كلها فرقه علينا انا وهو والتمساح والدب. ماشي يلا بينا. ثلاث صواريخ قلوب الناس اداويها. ماشي عامة انا هتابع الخريطة اشوف الدب كده هيتأخر والتاني هيجيبه ولا ايه الكلام. بسرعة يلا بينا بسرعة. انا شايف على الخريطة هو الدب الاتنين ماشيين جنب بعض بيحبوا في بعض. هو ده سابق الدب كمان. قابلت المركز السابع. مش ايه ده الثامن. تمسح المركز الثامن. طيب كده بعدنا التحدي الاول ونخش في التحدي الثاني. سيب اللعيبه لفه واغلبهم. دلوقتي مع التحدي التاني سيب اللعيبة لفة واغلبهم. يلا بينا. ارجع عين. ودلوقتي بعدت لفة كاملة. واحد اتنين تلاتة. يلا بينا. يلا بودي جارد تاني بقى. ماشي الصندوق بتاع اللي هو مركز تامن ده احنا عارفينه يعني لازم يجي لكل طريق كده. ماشي اخد الصندوق ده يمشي يعني.
محتاج كمية بوديجاردات عشان يكسبهم. الطريق ده صعب جدا 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 يعني. مفيش اختصارات كده حلوة، مفيش أي حاجة، عمال يجيلي في صواريخ. الله يا عم بوديجارد يا دي الصواريخ. أنا لو عامل شفرة صواريخ مش هيجيلي كمية الصواريخ دي. يلا 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 نهارو أبيض، يلا نهارو فوق. بعد سرعتين لا ايوه كده ايوه كده حلوه كميه من البهات دي برضه حلوه. حاسس اللعبه فرهدت مني من كتر من البهات دي. حلو حلو الصواريخ، او الصواريخ ده كان بقى وقتها، ده وقت الصواريخ. حلو 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 يلا 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 يا سلام يلا. وبكده كنا عديت التحدي التاني ونخش في التحدي اللي بعده، الطريق اللي بعده قصدي. يلا بينا.